الواقع التربوي والتعليمي الذي ما زال يرزح تحت وطأة المعاناة المريرة في أغلب مفاصله هو ما دارت حوله الكلمات والنقاشات المطولة في هذا المكان. مدارس أطراف العاصمة تعيش اليوم معاناة مضاعفة قياساً بما تعانيه نظيراتها في قلب ومركز بغداد. اليوم كان عندنا لقاء مع إدارات مدارس قسم تربية المدائن للاطلاع على الواقع التربوي في مدارسها، وبصراحة واقع لمسناه واقع متردي جدا من حيث نقص الكوادر والإهمال الواضح للمدارس. المحسوبية والمنسوبية مسارات ملتوية ما زالت تنخر بجسد وكيان المنظومة التعليمية، وهي ما ذهبت إليه إشارة أصحاب الاختصاص الذين طالبوا بضرورة ردع من يتعامل بها، ناهيك عن غياب الإرادة الحقيقية في تطبيق القوانين التي من شأنها النهوض بواقع التربية والتعليم. لو توفرت الجرأة والكفاءة والشجاعة لدى المسؤول في التربية وحارب المحسوبية والمنسوبية وهاي العشائرية والتعصب، يعني شنو شيخ عشيرة يتدخل ده ينقل معلم يرجع البغداد، شنو نائب يتدخل ده يرجع ينقل معلم ولا يحسب المصلحة العامة في هاي المدرسة راح تبقى نقص. الشيء الخاص بهذا المنطقة هو نقص الملاكات، وهي المشكلة بالحقيقة تحتاج إلى وقفة حقيقية من وزارة التربية ومن وزارة المالية أيضا، أنه توفر درجات تعيينات لهذه المناطق وبصورة سريعة. الحث والاستحداث هما ما اعتمد عليهما في تغطية شواغر الدرجات الوظيفية في وزارة التربية، لكن بطبيعة الحال لم يكونا من الحلول الجذرية التي يمكن أن تساهم في تعويض نقص الكوادر التعليمية في مدارس أطراف بغداد. الواقع التعليمي الذي ما زال يعاني بشكل ملحوظ هو ما تم مناقشته في هذا المكان، ذلك لأنه يحتاج إلى جهود تضامنية يمكن من خلالها رفع مستواه البياني لمواكبة التطور العلمي الذي تأخرنا عنه منذ فترة ليست بالقصيرة. فراس الفوادي، بلاد الفضائية، بغداد.